حياكم الله مشاهدينا لهذه النشرة الاقتصادية تأتيكم مباشرة من قناة البلد. وبداية بالعناوين: تخفيض أسعار الوقود اعتبارا من اليوم الاثنين، سياسات مالية لتطوير الإيرادات الزراعية بولاية سنار، تعاون بين السودان وجمهورية الصين في مجال المنح الفنية. أهلا بكم. شهد سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين استقرارا ملحوظا وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم أكبر البنوك الحكومية، في حين شهد سعر اليورو والجنيه الاسترليني انخفاضا كبيرا، وسجل سعر الدولار في السودان اليوم 574 جنيها للشراء و 578.30 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنوك 578.60.54 جنيها للشراء و 572.81 جنيها للبيع. أشاد رئيس منظمة القطن للتنمية والتدريب والعميد شرطة معاش فتح الرحمن الماحي بالتأسيس الجيد للمحصول رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت الموسم الزراعي، مؤكدا استمرار الطواف الميداني على كل المساحات المزروعة بمحصول القطن. أشار رئيس المنظمة في تصريح لسونا لدى تفقده سير تأسيس محصول القطن اليوم بمنطقة الحديبية والقرية 18 بمشروع الرهد الزراعي وأبو عشر والسريحة والترابي بمشروع الجزيرة. أشار أن الزيارة تأتي في إطار جهود المنظمة الرامية لحماية محصول القطن واستمرار زراعته في السودان وحماية المنتجين ومضاعفة الجهود للنهوض بإنتاجية محصول القطن لدعم الاقتصاد الوطني باعتباره من محاصيل الصادر. أعلنت الشركات المستوردة للوقود في السودان عن تخفيض أسعارها اعتبارا من اليوم الاثنين. وقالت مصادر مطلعة لباج نيوز إن سعر لتر البنزين انخفض إلى 700 جنيه بدلا عن 760 جنيها، وفي المقابل انخفض لتر الجازولين إلى 685 جنيها بدلا عن 748 جنيها. وقال الخبير في دراسات النفط الإمام الله جابو إن انخفاض أسعار الوقود يجي لعدة أسباب، من بينها انخفاض أسعار الخام عالميا إلى 80 دولار للبرميل مقارنة ب 110 دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الصرفة واستقرارها في حدود 570 جنيها للدولار. أكد الأستاذ فتح الرحمن أبو بكر المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد بولاية النيل الأبيض دعمه لبرامج تدريب وتأهيل العاملين بالوزارة. جاء ذلك لدى مخاطبته بمركز الدراسات المحاسبية والمالية بكوسي الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية في برنامج الجداول الإلكترونية للمبتدئين والمحترفين في تشغيل البرنامج. وقال الوزير إن مركز الدراسات المالية والمحاسبية يعد من المؤسسات المهمة في تدريب وتأهيل العاملين، مشيرا إلى الدورات السابقة التي نفذها المركز، ووجه سيادته بإعداد الدورات المتخصصة حتى يصبح المتدربون نواة لتدريب مدربين. تبدأ الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس يوم غد الثلاثاء زيارة لولاية الجزيرة تستمر ليومين. وقال المهندس عادل محمد أحمد مدير المواصفات فرع ولاية الجزيرة في تصريح لسونا إن برنامج زيارة المدير العام يشتمل على اجتماع مجلس الوزراء وتسليم قافلة الدعم للمتضررين من السيول والفيضانات، إضافة للقاء مدير شرطة بالولاية ومدير المخابرات العامة، بجانب زيارة استراحة أطفال مرضى السرطان وتقديم الدعم لهم. وفي اليوم الثاني للزيارة تلتقي بمديري الجمارك وجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية، كما تزور الميناء الجاف بشرق مدني. جدد حاكم إقليم دارفور أركو مني مناوي اهتمام حكومة الإقليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين غرفة الأعمال السودانية الليبية المشتركة من الاطلاع بدورها في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وليبيا. وأكد مناوي خلال الاجتماع الاستعداد لإجراء التنسيق المطلوب مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة لترتيبات فتح المنافذ الحدودية ونقاط العبور بين السودان وليبيا لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين. وأشار الأستاذ هشام الصباط رئيس اتحاد أصحاب العمل إلى أهمية العلاقات التاريخية بين السودان وليبيا وضرورة إحداث شراكة اقتصادية بين البلدين.
ثم أنا دكتور محجوب محمد علي، مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولاية سنار. دور وأهمية وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في دعم الاقتصاد وزيادة الإيرادات عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية، مما يسهم في تحقيق وفرة في المنتجات الغذائية، جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة تطوير الإيرادات الزراعية بالولاية. وقال محجوب إن زيادة الإيرادات تحتاج لوضع خطة وموازنة سياسية مالية واضحة محروسة بالقوانين واللوائح والنظم، مشيرا إلى أهداف الورشة المتمثلة في كيفية الحصول على الإيرادات وتنميتها عبر الموارد وتوجيهها لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتحقق الرضا للمواطنين وتشجيعهم على دفع الإيرادات. التقى وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي بمكتبه والي غرب كردفان المكلف الأستاذ خالد محمد أحمد جيلي، وبحث اللقاء قضايا ومشاكل قطاع الثروة الحيوانية بالولاية. وقال الوزير إن الولاية تعتبر من الولايات الحدودية، وإن الوزارة تعمل بالتركيز على مكافحة الأمراض العابرة للحدود بإرسال قافلة بيطرية للولاية في الأيام المقبلة لتضعيم الماشية، إضافة إلى حل مشاكل المراحيل في المخارف والمصايف والتي قد تحدث احتكاكات ما بين الرعاة والمزارعين، مؤكدا دعمه للولاية التي تزخر بثروة حيوانية وأسواق للماشية ومنها سوق الخوي للصادر. كشف الدكتور يوسف موسى إسحاق مدير الإدارة العامة للزراعة بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية غرب كردفان عن تحديات كبيرة تهدد الموسم الزراعي بالفشل، في مقدمتها الآفات الزراعية التي ظهرت بعدد من المحليات. ودعا في منبر لسونا حكومة الولاية بدعم خطة الوقاية لمكافحة الآفات الزراعية، مبينا أن حالة عدم الاستقرار تؤدي إلى فشل الموسم الزراعي، لافتا إلى أن تدهور مصادر الموارد يعتبر أحد مسببات الصراعات القبلية. وأشاد مدير الإدارة العامة للزراعة بدور الشركاء وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في إسناد الوزارة في العديد من المجالات. بحثت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لدى استقبالها سعادة السفير الصيني بالخرطوم ما شين مين، وأوجه التعاون بين الهيئة والجهات النظيرة بالصين في مجال المنح الفنية وتدريب وتأهيل القوى العاملة. وعبر السيد ما شين مين عن تقديره للهيئة ودورها الفنية الكبير ومشاركتها الفاعلة في أنشطة المنظمة الدولية للتقييس الأيزو، متطلعا لدعم السودان تأييد المرشح الصيني في انتخابات رئيس المنظمة الدولية للتقييس في الاجتماع العام للمنظمة الذي سيعقد في أبوظبي نهاية شهر سبتمبر الجاري. أشاد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان بجهود وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية في سد الفجوة الغذائية التي حدثت نهاية الموسم الماضي وتوفير التقاوى الزراعية والاهتمام بصحة الحيوان. وقال في منبر وكالة السودان للأنباء إن ضعف الموارد المالية أثر سلبا على انسياب الدفعيات المالية لوزارة الإنتاج، مبشرا الجميع بتجاوز هذه المرحلة بنزول التحويلات المالية المركزية خاصة نصيب الولاية من مال البترول. من جهته قال المهندس محمد الرحيم عبد اللطيف المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية إن الموسم الزراعي الحالي يبشر بإنتاجية عالية من حيث معدلات الأمطار والمساحات المزروعة التي تقدر بتسعة ملايين فدان. أعلنت إدارة السدود بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بالخرطوم الجاهزية لتحقيق أعلى مستوى من السعة التخزينية لمياه السيول، وسجلت الإدارة زيارة إلى عدد من السدود بالخرطوم للوقوف على قدرتها التشغيلية في استيعاب مياه السيول، أبرزها الكنجر والسليت والكباشي والمنصورة وشمبات ووادي سيدنا. وقال مسؤول بالهيئة حسب وكالة السودان الرسمية أمس الأحد إن السعة التخزينية لسد المنصورة بلغت نسبة 80%، واستوعب كمية السيول المنحدرة من مناطق كردفان تجاه الخرطوم تماما وفقا لما هو مخطط له. جدد أمين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور أبوها عبد الرحمن محمد الخولاني مضي الزكاة قدما في سعيها للوصول إلى جميع الأوعية الزكوية. ووجه الخولاني لدى مخاطبته أعمال الاجتماع الدوري الثاني لمديري مكاتب المحليات والإدارات والأقسام بالديوان بضرورة تسريع وتيرة الصرف للمستحقين وفق المصارف الشرعية، مشيدا بالقفزة الكبيرة التي تحققت في مجال وعاء عروض التجارة بمحليات الفاشر واللعيات والطويشة
أم كدادة مشددا على ضرورة تعميم نفرة عروض التجارة لتشمل كل المحليات للمرحلة المقبلة، وطالب المكلفين بمختلف المحليات بإخراج زكاة أموال لهم طواعية عن طيب نفس ورضاه. قال فهد محمد آدم مدير إدارة التجميل وإزالة المخلفات والمخالفات بمحلية كرري إن المحلية نفذت حملة كبرى لتنظيم سوق صابرين وفتح شوارعها الرئيسية بمشاركة وحدة سوق صابرين وإدارة التجميل وإزالة المخالفات وجهاز حماية الأراضي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من سامي محمد عثمان ساتي المدير التنفيذي لمحلية كرري بتنظيم الأسواق وإزالة المخالفات والتشوهات وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية بكافة الوحدات الإدارية بالمحلية في إطار الموجهات الصادرة من ولاية الخرطوم بتنظيم الأسواق الكبرى بمحليات الولاية المختلفة. أعلن الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة لدى ترأسه بمكتب أراضي بمحلية الكاملين اجتماعا ضم المدير التنفيذي للمحلية وأعضاء لجان الخدمات والتغيير وملاك الأراضي عدم طرح خطة سكنية إلا بعد التسوية والاتفاق مع ملاك الأراضي. ومن جانبه كشف الأستاذ هاشم عز الدين مدير أراضي محلية الكاملين عن تجديد قرار لجنة التخطيط العام 2006 والخاص بنزع أراضي من المواطنين وأراضي من حكومة السودان للعام 2022 وتعديل المخطط إلى مخطط جديد يضم 2073 قطعة أرض. قام مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يرافقه وفد المستثمرين الإماراتي ومدير إدارة الاستثمار بجهاز المغتربين بزيارة لمجموعة جياد الصناعية الهندسية. وأكد مكين أن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة جياد الصناعية الهندسية وتشجيعا للمنتج الوطني وسعي الجهاز لاستقطاب رأس المال السوداني المهاجر. الجدير بالذكر أن شركة جياد وجهاز المغتربين كانا قد انهيا زيارة مشتركة ناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المنصرم بغرض خدمة قطاع السودانيين بالخارج بتقديم منتجات شركة جياد الصناعية الهندسية. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لنهاية عرض الرابع من قناة البلد. نعود ونذكر بآخر العناوين. تخفيض أسعار الوقود اعتبارا من اليوم الاثنين. سياسات مالية لتطوير الإيرادات الزراعية بولاية سنار. تعاون بين السودان وجمهورية الصين في مجال المنح الفنية. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء مشاهدينا.